السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل اختراع. طبعا مفيش بيت مفيهوش كركديه، اللي عنده كركديه عنده كنز في البيت يا جماعة. ايوه، كنز في البيت ولازم نستعملوه صح. هنجيب الكركديه كده يا حبايب قلبي، يا ريت يكون ناشف كده، وحتى لو مش ناشف ممكن تحطيه دقيقتين ثلاثة في الميكروويف كده هيتحمص ويبقى جميل. هنمسكه كده ونعمله في المطحنة، واهم حاجة تعمليه في المطحنة جامد علشان احنا عاوزينه ناعم قوي. كل ما تبقي ناعم قوي كل ما هيريحك في الاختراع اللي احنا بنعمله. هنجيبه كده وهنحطه في اي مصفى من المصفى، وتهزيه كده هزه عشان ناخده الناعم منه. كده خلاص خدنا الناعم وطلعنا الشوائب. هنجيب كده يا حبايب قلبي كده، هنجيب معانا معلقه من لبن البودر. ايوه لبن البودر، هنجيب كده معلقه كبيره من لبن البودر، واهم حاجه تدمجيه قوي مع بعضه. تتني تقلبيه كده اكتر من 3 دقايق يا حبايب قلبي. قلبناه كده 3 دقايق. هنجيب طبعا يا حبايبي كده معلقه من اللبن، ايوه معلقه من اللبن كده، هنقلبه كده. طبعا معلقه معلقتين حسب الكميه اللي قدام منك، احنا عاوزينه في نفس المستوى والدمج ده يا حبايب، عشان لما تيجي تفرديه يريحك في الفرد. هنجيب كده معلقه حلوه كده من العسل الابيض كده، وهنقلبه قوي برده كده مع بعض كده يا حبايب قلبي. ما اقولكوش بقى على الماسك ده وحلاوه الماسك ده، لو عملتيه مش هتبطلي تعملي، هيفتح لك البشره وينعم لك البشره، وهيبقى صنفره جميله قوي للبشره. علشان مهما تعملي تنعمي الكركديه بيبقى برضو في حبيبات كده بتصنفر لك البشره بتاعتك، او اي حته عندك حساسه تكون غامقه يا حبايبي. كده الفرشه دي جميله جميله في الفرد يا حبايبي. عاوزه المكونات تبقى كده يا حبايبي، ولا هي اللي تبقى سايله قوي ولا تبقى جامده، او علشان لما تيجي تفرديها على بشرتك او على اي حته حساسه ما تحاولش انها تنزل منها. كده جميله جميله خالص. هنسيبها كده ربع ساعه يا حبايب قلبي، والتني تفركي فيها دقيقتين كده، هتنزل لك النقط السمراء ومكان الحبوب، وهتنعم بشرتك، وهتبقى صنفره جميله جميله لبشرتك ولاي حته حساسه. لو عندك مناسبه، لو عندك اي حاجه تعمليها في نفس اليوم، هتدي وشك نضاره و افتتاح جميل خالص من درجه لدرجتين كده، هتلاقي بشرتك اتفتحت وتعملوا وتتهنوا. وطبعا ما تنسوش في الشير واللايك والاشتراك، وربنا يديمكم في حياتي يا رب يا حبايب قلبي.